اليوم بلاش اليوم اول حاجه اليوم الطوبيسات ماشي غير 50 50 طوبيسات كاملين ناقصين ما كاينش طوبيسات حيت لقى المدينه باقي لها واحد الوقت فهمتي غادي يمشيو ماشي يديروا هذا الشيء هذا الشيء ادى لعل العذاب والصداع والمشاكل انت كي مشي الطوبيسات كي مشي كيفاش مشي الاخر تعداو عنا حولونا الرحمه كنا في الدو عندنا وحي الله الله تعداو عنا خير حولونا لديك الرحمه وتوش حنا نشوفو شي كذاب ما هنا تحمى شوف نزيو ما عمرنا مشينا مرتاحين ما عمرنا مشينا مرتاحين اصلا هاد الرحمه هادي ما عمرنا مشينا الى مرتاحين ديما الصداع ديما المشاكل ديما مضاربه بلا ما تيخلصش علاش حيت ما تمشيش مرتاح كانوا الطوبيسات مزيانين وهادي الطوبيس اصلا تصبشت مبالغ فيه فهمتيني مش 50 شايفين عافيني بالراكه يدوا لنا شي حاجه والله تيدوا لنا شي حل اليوم تعداو عنا حشومه كاع المشكل كاينه ازمه ان الطوبيسات نقصوا بزاف والحاله ديالهم يرثى لها الناس تعانيوا بزاف الناس سيرتو اللي عنده مثلا لي تراجي طويل اللي غادي يمشي بعض المرات عنده التزامات لكن الطوبيسات قلال هذا هو ما كاين قلال كاين ربما انا كاين اضراب ربما مع الطوبيسات اللي متوقفين شي حاجه هذه الحاله تتبين ان الناس يمشي مشى للخدمه ديالو معطل ما غيعرفوش باترون طوبيس شغلو باترون راه غير كف طوموبيلتو ولا هذا ما عندوش مشكل انت دبر راسك قوم بحرك جي على رجليك خرج في اي وقت من الدار ماشي مشكل الناس زعما كاين خاص يدار حل مجلس المدينه خاصو يدير حل حل هذا المشكل ديال الطوبيسات الله اعلم زي ما كنمشيو مع الطلين ما كنمشيو مع الطلين 10 الله ربع 11 عقب المسلم قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.